بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنتحدث في هذا الفيديو في جزئية الأحياء، وهذه الجزئية موجودة في الصف العاشر في الفصل الثاني، وهي جزئية مطلوبة من المادة الاستدراكية للصف الحادي عشر، لكن هذه الجزئية في السنوات القادمة ستكون فقط ستحتاجها في الفصل الثاني، لكن نشرحها الآن فقط بناء على طلب الطلبة الذين تم ترفيعهم إلى الصف الحادي عشر، ومطلوب منهم أن يدرسوا الجزئيات التي لم يدرسوها في الصف العاشر. وهذا الدرس سنتحدث عن الطلائعيات، والطلائعيات هي أعلى نسبة في مملكة حقيقية النواة. طبعا هذه الطلائعيات وكثير من الكائنات الحية الدقيقة هي لا يوجد فيها أجهزة متخصصة، بمعنى أن عضياتها، وكلمة عضيات هي تصغير كلمة عضو، الدليل على صغر هذه الأعضاء، هي التي تقوم بدور هذه الأجهزة المتخصصة، لكن بالأساس لا يوجد أجهزة متخصصة، ولكن هي لأنها في الأساس حقيقية النواة ويوجد بها فجوات منقبضة تقوم بكثير من الأعمال الخاصة بأعمال التغذية. وهذه الكائنات في معظمها كائنات مجهرية، بمعنى لا ترى إلا بالمجهر ولا ترى بالعين المجردة، وتكون على هيئة مستعمرات، لكن البعض منها وخصوصا الطحالب يرى بالعين ويكون يصل أطوالها إلى عدة أطوال. طبعا هذه الطلائعيات في جزئية منها تكون تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هذه الأنواع بشكل أساسي تكون شبيهة بالحيوانات وتسمى الأوليات، شبيهة بالنبات وتسمى الطحالب، وشبيهة بالفطرية. إذن هي تتكون إلى ثلاثة جزئيات، وهذا التصنيف بناء على خواصها. إذا كانت هذه الخواص تعتمد على الحركة فهي شبيهة بالحيوانات، وفي هذه الحالة تسمى الأوليات. وإذا كانت شبيهة بالنبات من حيث التغذية، ذاتية التغذية، وتعتمد على البناء الضوئي، فهي شبيهة بالنبات وتسمى الطحالب، وجزئية شبيهة بالفطريات. وهنا نندرج إلى التغذية. التغذية في الطلائعيات تنقسم إلى ثلاثة أنواع من طرق التغذية، وهذه الأنواع الذاتية وبالتأكيد هي التي تعتمد على البناء الضوئي. غير ذاتية، وفي هذه الحالة تعتمد على طريقتين: طريقة البلعمة وتعتمد على ابتلاع الكائنات والتي تتغذى عليها، أو إفراز أنزيمات محللة وبالتالي تمتص هذا الغذاء الذي يتم تحليله عبر أنزيماتها، أو خليط بين ذاتية وغير ذاتية، وهنا يرجع إلى حسب توفر الضوء. إذا توفر الضوء تكون ذاتية، إن لم تتوفر الضوء فإنها تلجأ إلى طرق أخرى في عملية التغذية. هنا يوجد جزئية أخرى في التصنيفات: الحركة. الحركة في الطلائعيات وخصوصا في الأولية تعتمد على ثلاثة طرق أساسية، وهي عن طريق الأهداب، ومثل مثال على ذلك كائن البراميسيوم، أو الأقدام الكاذبة، والمثال عليها الأميبيا واليوغولينا، وهي عبارة طبعا يوغولينا وسيلة الحركة فيها تكون الأصوات. إذن وفي بعض الكائنات لا تتحرك وتعتمد في هذه الحالة على الانزلاق. هنا سنتطرق إلى جزئية التكاثر. في جزئية التكاثر تكون إما جنسي أو لا جنسي أو الاثنان معا خلال دورة التكاثر، سنتطرق ذلك في فيديوهات لاحقة. بالنسبة للجزئية الأولى في التصنيف، وهي الشبيهة بالحيوانات والأوليات، واعتمد في تصنيفها على توفر وسيلة حركة. وفي هذه الأوليات لا يوجد أجهزة متخصصة مثلها مثل باقي الطلائعيات، وبالأساس تعتمد على عضياتها لأنها لا تتوفر بها أجهزة متخصصة، فالعضيات هي التي تقوم بجميع أدوار الأجهزة المتخصصة
بالإخراج والتغذية والعمليات الحيوية، وتعتمد في أساس في على القصص في الجوات المنخفضة. والشائع في هذه الحيوانات الشبيهة بالحيوانات أو الأوليات التكاثر الجنسي، نادرا ما آسف اللا جنسي، ونادرا ما يكون الجنسي، ويتم تصنيفها إلى 4 قبائل. بالنسبة لهذه القبائل هي قبيلة الهدبيات، والهدبيات مثل البراميسيوم، والبراميسيوم يعتمد على الأهداب، والأهداب هي عبارة عن شعيرات صغيرة. هذه الشعيرات تغطي جسم الكائن الحي، وفي هذه الحالة مثال عليها البراميسيوم. طبعا البراميسيوم هو وسيلة حركتها. وهنا في هذه الطلائعيات يوجد جزئيتين. الجزئية الأولى التي نريد أنها يوجد نواة كبيرة ونواة صغيرة. بالنسبة للنواة الكبيرة تستخدم في عملية تنظيم العمليات الحيوية، بينما في النواة الصغيرة تستخدم لعملية التكاثر. وفي المغلب إذا هناك نواتين، النواة الصغيرة والكبيرة. الصغيرة للتكاثر، بينما الكبيرة تستخدم في تنظيم العمليات الحيوية. طبعا في معظمها يعيش في بيئات مائية ما عدا الانتوديمبيوم، ويستخدم الطفل في الإنسان. الجزئية الأخرى أو القبيلة الأخرى هي قبيلة الأميبيات، وهي متغيرة الشكل. ولماذا متغيرة الشكل؟ لأن في جزئياتها الغشاء الخلوي في داخله بروتوبلازم. هذا الغشاء البروتوبلازم يدفع الغشاء الخلوي على شيء البروزات. هذه البروزات تسمى الأقدام الكاذبة، وهذه الأقدام الكاذبة تستخدم في جزئيتين. في الجزئية الأولى جزئية الحركة، لأنها وسيلة من وسائل الحركة، وبناء تم تصنيفها في الأميبيات، وتستخدم أيضا في ابتلاع الغذاء. وطبعا هنا طريقة التغذية تكون البلعمة. حركات في بيئاتها حرة في البيئات المائية، لكن في بعض أحيانها تكون متطفل الأميبيا. في بعض منها من الأميبيات يكون شفاف، البعض محط بقشور، وهذه القشور تتكون من كربونات الكالسيوم أو من الرمال شعاعيات، وهذه الشعاعيات تكون تعتمد على مادة السيليكا. بالنسبة لوسيلة القبيلة الرابعة والثالثة وهي الصوتيات، وهي تعتمد بالأساس على الحركة على الأصوات. قد يكون صوت واحد أكثر من صوت في الحركة، لا جنسي، هي لا جنسية حرة، وفي معظمها متطفل مثل الجاردة والجاردية كمثرة الشكل، وتكون في المناخ المعتدل. وهنا سنأتي لمقارنة باقي أنواع الصوتية. وهنا وجه مقارنة بين الثلاث مجموعات والكائنات التي توجد في الصوتيات، وهي الجاردة والليشمانيا والتركومونسا. وأسف التركومونسا. التركومونسا طبعا التركومونسا والليشمانيا والجارديا هي عبارة عن قبائل. هذه القبائل أسف هذه المجموعات توجد في الصوتيات لأنها بتعتمد على الصوتيات على الأصوات. بمعنى الجارديا تعتمد على 4 أصوات في حركتها، الليشمانيا على صوت واحد، التركمانس في الأصوات المختلفة عدد الأصوات. طبعا علاقاتها متطفلة، لأن جميع الصوتيات هي كائنات متطفلة، وهي بالأساس كائنات وبائي. طبعا مكان الإصابة بالنسبة للجارديا في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، خاصة في الـ12، بينما الليشمانيا في الأجهزة الحشوية، في الطحال، في النخاع، في النخاع العظم، في العقد الليمفاوي، بينما التريكوموناسا في الجهاز التناسل الذكري والأنثوي. طرق انتقال الطفيلي عبر الأطعمة الملوثة والماء، بينما في الليشمانيا عبر ذبابة الرمل أو الكلاب والقوارض، في التركماسة في الجماع، المقاعد، المراحل، مشاركة الملابس الداخلية، مناطق الاستحمام. طبعا الطلاعيات ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية تعتمد بالبناء الضوئي أو الامتصاص المواد العضوية وطريقة البلعمة. الصوتيات مقارنة بينها الأصوات هنا بالأهداف وسيلة الحركة، أمثلة الباراميسيوم والجارديا والليشمانيا. طبعا بالنسبة للطحالب، طبعا هذه سنتكلم عنها بعد قليل، لكن هناك مقارنة بين الأميبيات سنقد
نعم المقارنة بين قبيلة الأميبيات وقبيلة البغويات. الأميبيات تعتمد في حركتها على الأقدام الكاذبة، البغويات لا تحرك، تفتقر لأسرة الحركة. لماذا؟ لذلك تعتمد على الانزلاق. حتى لو أجاك سؤال عن لماذا تعتمد على طريقة الانزلاق، بسبب أنها تفتقر لوسائل الحركة. مثال الأنتاميبيا بينما قبيلة البغويات البلازموديوم. مرة قبيلة البغويات هي قبيلة تعتمد تكون متطفلة ولا يوجد وسيلة حركة مثل البلازموديوم، لذا تعتمد بالأساس في حركتها على الانزلاق، وهي تسبب مرض الملاريا والناقل الاثنى عشر وفي أنثى البعوض، هو ناقل أساسي لهذه أو هذا المرض. طبعا هنا في يوجد كائنات أخرى، ومن هذه الكائنات الأخرى في وسيلة الحركة وهي الطحالب. والطحالب هي التي تعتمد بشكل أساسي على التغذية، يعني هي شبيهة بالنبات بسبب وجود أنها تتشابه في طريقة التغذية التي تعتمد على البناء الضوئي. وفي معظمها هي وسيلة لا تعتمد لها، ليس لها وسيلة حركة باستثناء الطحالب اليوغانينية والتي لا تتحرك بالأصوات. وفي معظمها ذاتية التغذية ما عدا اليوغلينا فهي خلطية التغذية، بينما هنا في الأوليات لها وسيلة حركة، الأصوات الأقدام الكاذبة والأصوات الانزلاق. طبعا في البغويات لأنه لا يوجد لها وسيلة حركة، طريقة الحصول على الغذاء ذاتية التغذية، ذاتية التغذية في جزئيات منها في البراميسيوم لكن غير ذاتية التغذية متطفلة كالأميبيا. في الطحالب أنواع كثيرة، هنا مثلا مقارنة بين الطحالب الخضراء والطحالب الحمراء. الطحالب الخضراء في صبغاتها الكلوروفيل والكروتين، ونفس القصة في الحمراء الكلوروفيل لكن المادة الصبغة الحمراء الفلوكوبلين. طبعا هنا نسبة الكلوروفيل هو الأساس في البناء الضوئي، وبناء على النسبة الأكثر في الصبغات الأخرى تسمى، يعني الكروتين يكون كلوروفين أكثر فبالتالي يكون لونها أخضر، هنا الفيكلوبلين يكون نسبته أكثر من الكلوروفيل فتكون صبغتها حمراء. كلاهما يتم تخزين الغذاء عن طريق النشا وتركيب الجهاز الخلوي بشكل أساسي نعتمد على السيلولوز. هنا بعض أسئلة تعلل، وطبعا هنا كثير من أسئلة تعلل التي تعتمد على الطلائعيات، هي الطحالب خلطية الخضراء الذهبية، أي لا تعتمد عليها العلماء في تصنيف الطحالب إلى 6 قبائل، عدم عدد الخلايا وتركيبها، لأن في تصنيف الطحالب سأتحدث في فيديو آخر عن نوع الغذاء، نوع الكلوروفيل، تركيب الجذر الخلوي، المواضيع التي تسهم في تحليل مواد عضوية مبتلعة، الليسوسومات، ما الطفيلة تسمى الديزنطاريا، التيريكوماسا، ما الطفيلة تسبب في تقرحات بطانة الأنسجة الجلدية الليشمانيا لأنه بشكل أساسي يصيب هذه المناطق، ما الطفيلة يصيب جهاز تناسل الذكر الأنثى، التيريكوماسا، ما العلاقة بين الجارد والعمى الدقيق، طبعا التطفل لأن كل الصوتيات هي بالأساس تطفل، القبائل التي طفيلة البلازموديوم هو البغويات وطبعا يسبب مرض الملاريا وليس له وسيلة حركة فيعتمد على حركته على الانزلاق. القبيلة الهدبيات البراميسيوم، الكائنات الآية تعرض مثال على الصوتيات التكوموناسا لأن هذه هدبيات، والأميبيا والأنتميبيا هي أقدام كاذبة، أي مواد الآتية تحيط بغلاف الأميبيا الشعاعية طبعا السيليكا، بينما المثقبة تكون بيكربونات الكالسيوم. طبعا أي لا تنتمي لخصائص قبيلة الأميبيا تتركب في غشاء خلو مسألة الحركة في قبيلة الأميبيات الأقدام الكاذبة. ما علاقة القولون والبلانتيديوم تطفر كل دائما علاقة الأميبيات أو آسف علاقة الأوليات بالإنسان في جزئيات منها في جزئية كثيرة هي علاقة تطفل. هنا بعض الأسئلة، نرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، إن أعجبكم يرجو أن تنشروا هذا الفيديو وأن تكتبوا لنا في التعليقات ما هي المواضيع الأساسية التي تريد أن يتم شرحها في المستقبل القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.